حضرت انا لتكريم الفنانه الكبيره سعديه ازكون بحكم انها اشتغلت معايا في عده اعمال سينمائيه وتلفزيونيه، تقريبا خدمت معايا في افلام كاملين، فكنعرفوا ان المخرج فاش كيتعامل مع شي ممثله ولا ممثل في عده اعمال تيوليو مرتبطين بزاف ديال الحوايج، كيعيشوا حوايج مزيانين حوايج خايبين. فلهذا كان عندي الشرف انني نجي اليوم نهضر في اختتام الدوره 15 للمهرجان التولي لفيلم المراه بسلا، واللي الحمد لله دابا كيف ما كنشوفوا ولات واحد الاقبال عاوتاني جماهيري كبير من مور الجائحه، ولاو الناس بالعكس لقينا الناس بانهم متعطشين بزاف انهم يحضروا الفن، يحضروا الثقافه، يحضروا السينما، وحنا كشباب فكيخصنا نشجعوا ونتمنوا بحال هذه المبادرات اللي كتروج للثقافه في بلادنا. أنا سعيد جدا الحقيقة بالدورة دي، وسعيد بنجاح هذا النجاح، وواضح إن هي دورة ناجحة أخرى، يعني دي أول مرة ليا وأتمنى دايما أكون موجود فيها الحقيقة. الحقيقة دايما في ضرورة وفي أهمية لوجود مزيد من المهرجانات اللي بتتكلم عن سينما المرأة واللي كمان صناعها من النساء، فأنا سعيد إن أنا يعني موجود في هذا الحدث، وأتمنى طبعا وجود المزيد. أنا عندي مسلسل بيتعرض دلوقتي على شاهد اسمه وعد إبليس مع باقة من النجوم، وإنتاج ضخم ومتميز، ويعني ده اللي دلوقتي بيتعرض لي، ودايما في مشاريع طموحة كمخرج وكمنتج أتمنى إنها تمشي يعني الأيام الجاية. الحقيقة هو إحنا بالنسبة لنا صناعة السينما في المغرب والاستديوهات المغربية وهذه الآلية اللي بتعمل بها هذه الاستديوهات هي مرجعية كبيرة جدا للوطن العربي والمصري بالأخص، فأنا الحقيقة ده من أحلامي يعني إن أنا أخش هذه الاستديوهات وأشوف إزاي بتشتغل. السلام عليكم. يلا سام المهرجان زهراء غير مول الكسعة هو اللي برصتك. يلا يلا. و انا كنشكر جمعيه ابي القراق على هذه المبادره الطيبه وعلى هذا المهرجان ديال سينما المراه بسلا، اللي حقيقه غادي من حسن الى احسن، فتبارك الله عليهم واللهم تعالى يرجع هذا المهرجان الوطني المهرجان الدولي. وجودي هو وجود فنان باش يدعم الفنانات المخرجات ودعم المرأة المغربية، لأن الفنانة المغربية لا كإخراج ولا كتمثيل، مهم أننا نكون في جنبها ونكون معها ونكون دائم مناصريها، فهذا المهرجان يستاهل الدعم ويستاهل التقدير ويستاهل الاحترام الكبير، لأنه بين بأن كاين طاقة كبيرة عند المرأة المغربية خصوصا في الإخراج، في التقنيات كلها اللي كتحوم يعني حول الميدان السينمائي والتلفزيوني، قالوا كلمتهم وكاينين مزيانين، وخصنا احنا نكونوا دائما في جنبهم وندعموهم، وخصنا القائمين على الشأن الثقافي في المغرب يعطوا اهتمام للمسائل هكا، يعطوا اهتمام، ما نعطوش اهتمام غير الغناء، غير نعطيو شويه التنوع المسرح، نعطيو السينما، نعطيو التلفزيون، الشعر، الرسم، راه عندنا بزاف الحوايج من يعني تبرزت، ما نبقاوش غير حاجه وحده هي اللي كنهضروا فيها. سي حسن في واحد المرحله كانت مصر هي الموسيقى على المجال، اليوم كنشوف الحمد لله. الحمد لله.
شيء هو المغرب. المغرب خاص غير كما قلنا القائمين على الشأن الفني يحسوا بأن راه كاين ما يتقال وكاين ما يدار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.